المشاكل ديالنا في البندق متنوعه كثيره ومختلفه. تيبقى لنا اللي كنهضرو على راه هو مركزي اللي هو خصوص الدوليات الوزاريه، وهذه غير توطئه اللي عطيتكم اللي كنعطيكم دابا. اليوم كاين واحد اللقاء تنظموا النقابه عندنا من خاصة من الكتابة الجهوية، وهو مناقشات ودراسات المشاكل وتطويرها والاستراتيجيات اللي غادي بها القطاع، وفين وصل القطاع وحل المشاكل ديالو. وحنا في هذا النشاط هذا تنحاولوا باش نسايروا الامور بطريقة حضارية، طريقة متطورة ديمقراطية، دو لجو لاساليب اخرى اللي هي اكل عليها الزمان. النضال ديالنا الان تبدا من هذه النقاشات هادو على القطاع والمشاكل ديالو اللي بقات باقي قرون. انا نقول قرونين وسنين، راه بلات عندنا حنا قرون، لانه في الحقيقه القطاع ما تحير فيه والو. كاين هناك مذكرات وزاريه وكاين هناك قرارات عامليه ولم تنزل لحد الساعه، وما كاينش تبصيص من الامل باش يكون السائق المهني تعمل في اريحيه. عنده واحد مدخول قار، وعنده واحد الزمن كانسان مغربي حر، عنده كرامته، وتا هو تيحاول باش يطور من الاقتصاد، ويساهم من المساهمين في الاقتصاد ديال البلاد. ولكن للاسف ما عرفناش شكون هذاك اللي داير لنا الحجرات العطره في الرويضه ديال القطاع باش ما يزيد لقدام. لا حنا كان عندنا استمراريه تطبق استمراريه العقود، ولا انه ستاسيونات نموذجيه. والمغرب كي تتعرفوا غادي في واحد التنميه اللي قايدها صاحب الجلاله نصره الله محمد السادس في تطوير وتقديم البلاد الى الامام. ولكن المنتخبين كالعمده فين هي الستاسيونات؟ هي اللي مسؤوله عن الستاسيونات ديال التاكسيات، تتلقى الضرائب والرسوم الضريبيه، ولكن ما طوراتش الستاسيونات النموذجيه لقطاع صيد الاجره. وهذا الشيء راه محسوب عليهم كمنتخبين وخاصه العمده، وهذا لا يعتبر. يعني كلامهم يبقى كلام في الانتخابات، والوصول للمسائل الشخصيه والله اعلم. حنا تندافعوا على القطاع ديالنا، بغينا يتطور، وبنا الحقوق ديالنا الكامله المنصوص عليها قانونيا. وتحيه للاخوان جميعا وشكرا. المشاكل تراكمت بزاف في هذا القطاع هذا، يعني مشاكل داخليه ومشاكل يعني وطنيه بالنسبه للقطاع. قديس مدينه مراكش بالنسبه لي هي كمدينه سياحيه، يعني النقل فيها ولا نقل اش غادي نقول لك، شي حاجه ما كتصورش يعني بالفوضى اللي فيه. تيولي مول توك توك خدام هز النصارى، تيولي مول الهوندا، مول تريبورتور، مول سيارات العاديين تيخدموا بسميتو وسائل النقل، التطبيقات اللي هي غير قانونيه، هذا تنسموه حنا الخطاف. و يعني شي مسائل، يعني الاداره ما باقيش يعني تتشوف هذه المشاكل هكا، يعني بحال هادشي تيصل ويجول، ما كاينش اللي يهضر معاهم، ما كاينش اللي يتذكر معاهم. لذلك حنا درنا هذا الجمع التواصلي باش نشوفوا اش بغينا نديروا، اش غادي نديروا، لان غادي نبداو في وقفات وغادي نديروا في ضربات، لانه هادشي تفاقم بزاف اكثر من القياس. الاداره خلات هذه المسائل تتفاقمت، علاش؟ تيولي الانسان غادي عادي بانه راه ولا قانوني. انت تلقى موطريبوتو تيقاد موطورو تيقادو بسميتو، ويدير ليه الضوا ويدير ليه كل شيء، وتيدخل في وسط جامع الفنا. جامع الفنا محدوده علينا حنا، من لحظات النهار ما يدخل حتى شي حد، وهو تيدخل بالليل وفي العشيه، وتيهز الكورسه تاع النصارى، يعني وما عندوش ترخيص، ما عندوش اسورانس، يعني حتى ذاك السائح غادي في خطر، وحنا قاعدين على برا. كذلك في قضيه الخطوط الداخليه، تتلقى مثلا الهوندات ذاك النقل المزدوج اللي هو خصو يخدم يعني خارج المدينه، تيولي خدام معك في وسط المدينه، تتلقاه في المحامي، تتلقاه في سيدي ميمون، في عصر المعاش. يعني واحد الظاهره اللي ما كتصورش باقي نهائيا، وهذا الشيء تنعاني منه حنا تقريبا. وبنا نحن نشوفوا من المهنيين دابا شنو هو الحل.